من جديد اهلا بحضراتكم، لسه مكملين في ابرز واهم الاخبار. ويمكن قبل الفاصل كنا بنحاول نبرز بناء الدوله من الداخل، ايه اللي حصل بالارقام في داخل القطاعات المختلفه جوه مصر؟ وصلنا لفين وبنطمح ان احنا نوصل لفين؟ خلونا دلوقتي ننتقل لجزء اخر واعتقد انه لا يقل اهميه، وهو بناء دوله ولكن في دورها الاقليمي والدولي. الحقيقه احنا وصلنا لمراحل هامه جدا في هذا الدور، ومراحل متطوره ومراحل يمكن كنا غبنا عنها بقالنا كتير، ولكن بعد الغياب ترأسنا اتحاد افريقي، لينا صوت قوي في المحافل الدوليه، صوت ودور عربي اقوى، يعني الحقيقه تفاصيل كثيره. بس خلونا نتكلم عن السودان، ويمكن في هذا الاطار، اطار الدور المصري الاقليمي والعلاقات مع دول الجوار، اكيد الدول كمان اللي بتربطنا بيها علاقات تاريخيه، علاقات متشابكه وعلاقات وثيقه، بتخطو العلاقات المصريه السودانيه خطوات ثابته للامام على كل المستويات، ابتداء من تبادل الرؤى بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، ده مرورا بالتعاون على مستوى لجنه مشتركه بين البلدين، التعاون بين الوزارات والقطاعات المختلفه، عينه ده كله موجود من زمان وموجود بشكل قوي جدا. ولكن ظهر خلال السنوات الاخيره تعاون اكبر وتبادل خبرات في كل المجالات، بينها كمان ومن اهمها مشروعات الربط الكهربائي اللي هيبدا التشغيل التجريبي له قريب، وده مشروع هام جدا، مشروع هام على النطاق الافريقي مش بس على النطاق المصري والسوداني. احنا بنتكلم انه البدايه هتكون بالسودان، شبكه ربط كهربائيه من كذا مرحله ومن كذا خطوه، ومن ثم تكون او يكون في شبكه ربط كهربائيه لافريقيا. البدايه معانا من السودان كالعاده، بنبتدي دايما من بوابتنا لافريقيا. خلونا نستقبل عبر الهاتف استاذ رمضان قراني مدير تحرير جريده افاق افريقيه بالهيئه العامه للسلامات. استاذ رمضان اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه انه العلاقات بين مصر والسودان اعتقد مش محتاجه كلام كتير، وفيها كمان شاهدنا في الفتره الاخيره نمو كبير في هذا الشكل من العلاقات المصريه السودانيه. هل نقدر نقول انه ده نتاج اراده سياسيه من البلدين؟ هي علاقه تاريخيه وثقافيه اقرب الى ان تكون شعب واحد في بلدين. هذه الكلمة تقريبا تلخص العلاقات المصرية السودانية، إرادة سياسية بين البلدين. هناك ما يمكن أن نسميه أكثر من الإرادة السياسية، وهي فكرة الوعي بالتحديات المشتركة وفكرة المصالح الاستراتيجية المصرية السودانية التي تقوم على العديد من المؤشرات. أولا لدينا في السنوات الأخيرة ما يمكن أن نسميه مقدمات شراكة استراتيجية مصرية سودانية في العديد من المجالات، البنية التحتية، التنسيق في الأمن المائي، التنسيق في القضايا الإقليمية، العمل بشكل كبير على الدفع بالعلاقات إلى مرحلة تقترب من التكامل الاقتصادي في العديد من الملفات الاقتصادية. وبالتالي أنا أتصور أننا نؤسس حقيقة لمرحلة شراكة استراتيجية مصرية سودانية. الحقيقة أنه رئيسان المصري والسوداني، يعني رئيس عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، عقدوا اجتماعات كتير، وكان في زيارات مؤخرا متبادله بشكل مكثف وبشكل اكبر من قبل كده. الى اي مدى نقدر نقول ان ده بيساعد في دفع التعاون زي ما حضرتك ذكرت في قطاعات مختلفه بين البلدين، مستويات مختلفه، وتقريبا احنا بنتكلم انه على كافه المستويات دلوقتي اصبح هناك مشاركه وتعاون بين البلدين، ونقل الخبرات المصريه كمان للسودان، واعتقد ان دي مش مساله جديده. اسمحي لي حضرتك، العلاقات على مستوى القمه تختزل بشكل كبير طبيعه العلاقات. نحن لدينا على مستوى القمه المصريه السودانيه قرابه 25 قمه في خمس سنوات الاخيره، وبالتالي هذا يؤسس ان العلاقات على مستوى القمه مرتفعه وقويه، وهناك زخم حقيقه العلاقات، وبالتالي ده يضمن ما يمكن ان نسميه تفعيل للاتفاقيات، تفعيل للقضايا، تفعيل لكافه ادوات الشراكه المصريه السودانيه. خليني اسال حضرتك عن الحقيقه انه اتكلمنا عن التعاون على المستوى السياسي، ولكن التعاون على المستوى السياسي مش ده بس اللي موجود في شكل علاقه، في تبادل تجاري زي ما حضرتك ذكرت وزاد بشكل كبير بشكل اكبر الفتره اللي فاتت. هل احنا بنتكلم انه في توجه من الدولتين لزياده كمان ده مستقبلا؟ بطبيعه الحال نحن امام في هذه المرحله مشروعين كبيرين مصري سوداني، اولهما يتعلق بالربط الكهربائي بالتحديد، وده سيحجم بكثير
بشكل كبير العلاقات الاقتصادية تخدم الشعبين بشكل واضح. هناك أيضا ما يمكن أن نسميه مشروعات الربط السكك الحديدية باعتبار أننا نقضي على رواسب تاريخية سلبية. وبالتالي أنا تصوري الدفع بالعلاقات الاقتصادية هو أكبر الأدوات وأكبر الآليات لتقوية العلاقات المصرية السودانية بحيث العائد سيكون مباشر على المواطن المصري والمواطن السوداني، ويصبح هذا المواطن هو أكبر داعم ودافع للعلاقات بين البلدين. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رمضان قراني مدير تحرير جريده افاق افريقيه في الهيئه العامه للاستعلامات. خلوني اقول لحضراتكم ارقام سريعه بتجمع بين البلدين. ارتفع التبادل التجاري بين البلدين، بنتكلم بنسبه 13% في 2017، وصلت 485 مليون دولار خلال الشهور العشره الاخيره من السنه اللي فاتت، ونحن بنتكلم ان احنا بنستهدف لزياده هذه الارقام بصوره اكبر. خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، تحياتي أحلى التحيات مشاهدينا الكرام. من ضمن أهم المشروعات المشتركة دلوقتي بين مصر والسودان طبعا هو مشروع الربط الكهربائي ما بينهم، إيه آخر التطورات يا فندم؟ هو طبعا المشروع دوت مشروع مهم جدا وبيعود النفع على كلا الشعبين الشقيقين. طبعا هو دوت كان يعني الهدف منه اول حاجه التبادل الكهربي وتلبيه احتياجات بالنسبه للشقيق السودان، بالاضافه الى يعني بيبقى يعتبر حلقه وصل لافريقيا للربط مع مصر، وبيتكملوا جزء مهم جدا وهو المشروع اللي بيتم يعني بيتم دراسه جدوى خاصه به اللي هو الربط ما بين مصر وبين قبرص واليونان، وبالتالي بتبقى حلقه وصل مهمه جدا ما بين افريقيا وما بين اوروبا. انما فيما يخص خط ربط بحد ذاته، احنا الحمد لله احنا انتهينا من كل الانشاءات الفنيه والهندسيه الحمد لله على الجانبين، وبالفعل تم عمليه الربط بالنسبه للخطوط. متبقي ان شاء الله وعمليه التشغيل التجريبي لتجربه الخط وبدايه اطلاق التيار ان شاء الله، في تنسيق الحمد لله ما بين الجانبين لاطلاق التيار ان شاء الله. حددنا ميعاد يا دكتور للتشغيل التجريبي فعلا؟ ان شاء الله باذن الله قريبا، باذن الله ان شاء الله في يعني تنسيق بين الجانبين ان هو يتم قريبا باذن الله اطلاق التيار، وهيبدا الاول ان شاء الله على يعني نطاق يعني مش واسع قوي، يعني هيبقى حدود 40-50 ميجا وات، انما الخط ممكن يسع الى اللي موجود ده ممكن يسع الى 150 ميجا وات، وممكن تتزايد بعد كده دوت القدره ديت بحيث ان هي ممكن توصل ل 300 ميجا وات بعد كده دوت، ممكن يبقى في كمان زياده في قدره هذا الخط، وفي اهتمام الجانبين ان يبقى في زياده في هذه القدره، ولكن دي بتتطلب بعض الاشياء الفنيه للخطوط لتقويتها علشان يقدر ان احنا يقدر الجانب السوداني يستوعب القدره دي. يعني في يا دكتور مراحل اخرى. بالتاكيد بالتاكيد. زي ما قلت لحضرتك ان هو بعد اذنك عايز اسال حضرتك احنا بنستهدف ايه يا فندم بصوره عامه من مشروع ربط الكهربائي الهام جدا زي ما حضرتك ذكرت، مش النطاق المصري السوداني فقط ولكن كمان لاحتياجات افريقيا من الكهرباء، احنا بنستهدف ايه يا فندم؟ اول حاجه احنا بنستهدف ايه؟ التنميه للبلدين دي مهمه جدا، لان ما فيش تنميه بدون الكهرباء. احنا الحمد لله احنا عندنا من الاحتياطي دلوقتي اللي بيكفي باحتياجاتنا وكمان يلبي احتياجات الاشقاء، وكمان في نفس الوقت الاحتياجات المستقبليه. كمان في نفس الوقت الجانب السوداني او الشقيق السودان برضه في برضه حاليا في احتياج برضه لهذه القدرات الكهربيه، واحنا بنتعاون بدرجه كبيره جدا في هذا المجال. بالاضافه لحاجه مهمه جدا وهي برضه تنميه الكوادر، وده شيء مهم جدا ان في تعاون بيننا وبين شقيق السودان في تدريب الكوادر الفنيه والهندسيه لما لمصر طبعا من باع كبير جدا في هذا المجال، وفي يعني اخوه سودانيين الحمد لله تم تخريجهم. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا بالنسبه للجانب الافريقي بصفه عامه في خلال 10 سنوات الماضيه تم تدريب حوالي 8016 متدرب، وان شاء الله بنعمل ان شاء الله احنا نزيد العدد ده ان شاء الله.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. خليني أكمل لحضراتكم بعض تفاصيل ما زلنا في شكل العلاقات المصرية السودانية. ويمكن كانت مصر طرحت الشهر اللي فات أول مزايدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 10 قطاعات في البحر الأحمر داخل حدودها، في إطار سعي مصر لتوسيع مصادرها من البترول والغاز. وحضراتكم عارفين طبعا العمل مصر في محيطها الإقليمي، المشروع الضخم اللي مصر بتقوم عليه باكتشافات الغاز والبترول في محيطنا في البحر الأحمر. خلوني نستقبل عبر الهاتف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابقة. مش مهندس، أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ رامي. يمكن مصر كانت طرحت أول فعلا مزايدة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر مؤخرا، هل ده يعني أنه مصر بتوجه لتوسيع نصيبها ومواردها النفطية؟ طبعا مصر لازم تلجأ إلى قطاع بترول، إلى توسيع قدراته في الثروة البترولية والثروة الغازية، وطبعا لغرض زيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي والبترول والزيت الخام، وده طبعا أساس عمل وزارة البترول في مصر. كانت طرح المزايدة دي طبعا تمت بإجراء حديث جدا وبخطوات متجددة، إن مصر قبل ما تطرح المنطقة دي لمزايدة في المزايدة العالمية كانت عملت مسح سايزمي للمنطقة كلها عن طريق شركتين أجنبيتين متخصصتين في عمليات المسح السايزمي، وعملت المسح ده تقريبا بأطوال وصلت إلى حدود 10,000 كيلومتر طبعا، وعملت من خلال الشركتين ترويج عالمي لدعوة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في عمليات البحث والتنقيب في منطقة البحر الأحمر. وكانت إجراء حديث وتأثيره هيبان في القريب العاجل بآثاره الإيجابية الكبيرة. الحقيقة أنه الأثار الإيجابية من هذا القطاع تحديدا باشمهندس يعني بتبان بالفعل بشكل ملحوظ. خليني أكلم حضرتك، المزايدة اللي طرحت كانت في 10 مواقع كلهم جوه الحدود المصرية، هل نقدر نقول أنه هيكون هناك مشروعات أو مزايدات ربما تانية؟ طبعا كل المشروعات اللي بترتبط بعملية البحث والإنتاج والبحث على الثروات الطبيعية سواء غاز طبيعي أو زيت خام بترتبط بمشروعات طبعا إنتاجية في هذه المنطقة. فطبعا المنطقة دي طبعا كانت منطقة باكر، وطبعا في دلوقتي دلائل في الأراضي السعودية بتقول إن المنطقة دي إن شاء الله على حسب التركيب الجيولوجية وحسب الإجراءات اللي تمت مؤخرا من البحث السايزمي بتقول إن في يعني نتائج مبشرة في اكتشافات جديدة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا مهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول. خلونا نطلع بره مصر نشوف ماذا جرى في تركيا. والحقيقه انه منذ يعني بدايه هذه الانتخابات وطبعا الوسائل العالميه مهتمه، وبنتكلم طبعا انه المنشطات بدات في اقوى ضربه لحزب العداله والتنميه تقريبا من فتره، من 16 سنه، فترات طويله يعني. الخساره دي يمكن مسيره لحزب العداله والتنميه التركي طبعا بزعامه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمدينه اسطنبول والعاصمة أنقرة زي ما قلت لحضراتكم أكثر من 16 مرة، الأولى من أكثر من 25 سنة، وعدد من المدن الكبرى في الانتخابات البلدية دي بتمثل زي ما قلت لكم صفعة تاريخية موجهة للرئيس وموجهة الحقيقة لحزبه وفشل للنظام الرئاسي في تركيا زي ما الأرقام بتقول. يمكن هي الخسارة اللي طار الرئيس التركي بالفعل الاعتراف بيها وقال بشكل أو بآخر لا احنا في نقاط ضعف كثيرة احنا محتاجين نعرف في ايه. فاز الحزب حزب الشعب الجمهوري، ده حزب معارض في بلديات اسطنبول. على فكرة اسطنبول كان رجب طيب أردوغان بيرأس بلديتها في سنة 94. المهم أن الحزب المعارض فاز في اسطنبول، في أنقرة، في أزمير، في مرسين، في أنطاليا، في مدن أخرى هي المدن اللي بتعد أكثر تطورا، وأنقرة طبعا هي العاصمة، اسطنبول هي المدينة الأهم حيث بشكل السياسي أو الاقتصادي أو طبعا دي المدن اللي فيها مستوى تعليم مرتفع، مستوى اقتصادي مرتفع يعني. ورغم فوز التحالف اللي بيضم حزب العدالة والتنمية والحزب القومي، بنتكلم انه اكتر من نص البلديات على مستوى البلاد، ولكن الحقيقة انه الفوز بتاعهم كان اكتر في المناطق النائية.
دي حسب التقارير، المناطق الأفقر، الأطراف الريفية، المناطق اللي فيها مستوى تعليم أقل و و و. بالفعل اعتبر مراقبون أن خسارة الحزب الحاكم للبلديات الكبرى دي نقطة تحول تاريخية أظهرت مدى تأثر شعبية أردوغان بسبب سياساته الخارجية والداخلية، واعتقد كمان الشكل أو الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تؤثر بشكل أو بآخر. خلونا نستقبل عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ جواد داكوكا، مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية التركية. أستاذ جواد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. خليني اسال حضرتك في البدايه، ماذا تعني خساره حزب اردوغان للانتخابات المحليه في اكبر مدن تركيا؟ طبعا بالنتيجه الشعب التركي ارادوا ان يعطون درس للحزب الحاكم هنا في تركيا. المدن الساحليه من انطاكيا الى اسطنبول كلهم وقع في يد حزب الشعب الجمهوري المعارض، والمدن الكبرى مثل أنقرة وإزمير وإسطنبول والمدن الأخرى. طبعا بالنتيجة الشعب التركي يريدون أن يرون وجوه جديدة وبديل بالنسبة لأردوغان والحزب الحاكم. نعم المعارضة قدمت شخصيات ممتازة ومعتدلة خاصة في مدينتي أنقرة وإسطنبول، والشعب التركي رد فعلهم أنه نعم بعد الأزمة الاقتصادية وتكلفة المعيشة الصعبة بالنسبة للمواطن في خاصة في المدن الكبرى، أنه جاء في النتيجة أنه اختار يعني قدموا فرصة للمعارضة أن يقدموا خدمات في البلديات، ولربما هذا سوف يكون فرصة له في الانتخابات القادمة. نعم عايز أسأل حضرتك أيضا، يعني نقرأ الآن في التقارير أنها صفحة جديدة للأحزاب التركية، يعتبر أيضا أو يعتبر المراقبون أيضا أن ما يحدث صفعة قوية لأردوغان رغم فوز حزبه بالتحالف مع الحزب القومي بأكثر من نصف مقاعد المحليات، ولكنها خطوة جديدة صفحة جديدة. نتحدث عن أيضا سياسات جديدة أو الناس يمكن تترقب بشكل جديد في تركيا، إلى أي مدى هذا حقيقي؟ طبعا يعني بالنتيجة دعيني أتكلم بصراحة أنه هنا قول معروف، مقولة أردوغانية يقول من يكسب إسطنبول يعني يكسب تركيا بجميعها. أنه المعارضة التركية عندما يكسبون إسطنبول وبلدية إسطنبول سوف تكون صفحة جديدة بالنسبة للمعارضة وفرصة لأن يقدمون ويثبتون للشعب التركي أنهم قادرين لمكافحة الفساد الإداري والفساد المالي. حقيقة الأمر أنه الحكومة وقعت في حرج، يعني هناك توقعات من انشقاقات في حزب الحاكم، ولربما إنشاء حزب جديد، ولربما انتخابات مبكرة في تركيا في المدى المتوسط. يعني بصراحة يعني المعارضة تثمن هذه الفرصة في المدى القريب. نعم يمكن خطاب أردوغان اللي ردده في أكثر من 100 لقاء تقريبا جماهيري قبيل الانتخابات حمل الكثير من اتهامات التخوين ودعاءات تعرضه وتركيا كلها لمؤامرات داخلية وخارجية. هل انعكس ذلك سلبا وهل سائم الأتراك من هذا الخطاب أو على الأقل في المدن الأهم من تركيا؟ طبعا بالنتيجة لو كانت الوسائل الإعلام التركي لو كانت حيادية، يعني مثلا القيادات المعارضة أيضا لو كانوا يظهرون على الشاشات التركية لكانت المعادلة أكثر لصالح المعارضة، لكنهم يعني طبعا الحكومة كل الأمور بيدها، يعني لا يعطون فرصة للمعارضة، وكانوا يقيمون أنه هذه الانتخابات بمثابة الوجود والعدم بالنسبة إلى تركيا، لكنه انتخابات محلية بالنتيجة. لكن المؤشرات أنه المعارضة عندها فرصة لمستقبل تركيا والانتخابات الجديدة حقيقة، يعني والبرلمانية كمان تخويفات لم تتم. نعم يعني فهمت من حديث حضرتك أن هذه النتائج لا تعبر عن القوة الحقيقية على أرض الواقع، نظرا ربما كما هو مذكور في بعض تقارير تضييق على المعارضة في ظهور في وسائل الإعلام أو حتى وجود في مناطق نائية، توفير مثلا حزب العدالة والتنمية كما كان يحدث في بلدان أخرى يعني سلع بأسعار أرخص والاستقطاب هذه الفئة.
الفئات المختلفة؟ طبعا يعني صوت المعارضة لن تصل إلى الشعب التركي بصراحة. وسائل الإعلام كانت بيد الحكومة التركية، لكن بالنتيجة تركيا بلدنا ووطننا وبلد ديمقراطي، والأمور تمشي بشفافية. الشعب التركي يريدون أن يرون وجوه جديدة معتدلة، شخصيات التي لا تتدخل في شؤون الدول العربية، أشقائنا الخارجية، في شؤون سوريا الداخلية، في شؤون مصر الداخلية وغير ذلك. نعم أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ جواد كوكا، مستشار معهد الدراسات للاستراتيجية التركي. يمكن من النقاط الهامة اللي جاءت في تقارير تعليقا على النتائج الأخيرة، نتائج الانتخابات المحلية في تركيا، الرشاوة اللي كانت بتقدمها أحزاب أو حزب العدالة والتنمية، زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما كان في حديثي مع ضيفي، في المناطق الفقيرة والنائية، في المناطق اللي هم اكتسحوا فيها بشكل أو بآخر. طبعا ده ما كانش ينفع يحصل في المدن العامة، المدن الأكبر زي اسطنبول أنقرة و اللي اكتسح فيها الحزب المعارض واللي كان ليه نتائج أفضل بكثير من المناطق النائية، اللي طبعا بطبيعة الحال بتكون أطراف أو على أطراف البلد، بتكون اقل مستوى تعليم و فبالفعل تقارير اثبتت ذلك، يعني انه كانوا في خيام كده بيدوا فيها فلوس، ناس في صور، ناس واقفه بالطوابير، يا تاخد فلوس يا تاخد سلعه باسعار اقل طبعا، لانه السلع وصلت لاسعار صعبه جدا بعد احوال الاقتصاديه في تركيا وانهيار الليره تحديدا كمان في الفتره دي. خلوني ارجع مع حضراتكم في مصر تاني، ومصر بتحتفل والعالم طبعا سنويا باليوم العالمي لتوعيه بمرض التوحد، يوم 2 من ابريل من كل عام. وبمناسبه هذا اليوم نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف عن اهميه التوعيه بهذا المرض، مرض التوحد، مؤكدين ان وزاره الصحه خصصت في نهايه مارس 2018 خط ساخن لتلقي مقترحات المواطنين والخدمات المواجهه للاطفال المصابين. خلينا نروح نتابع هذا التقرير، نعود مره ثانيه. احنا السنه اللي فاتت يوم 1/4/2018 افتتحنا مركز في عين شمس، والمركز الاول التابع للوزاره اللي بيتعامل مع اضطراب التوحد. قضيه التعامل مع قضيه الاعاقه وقضيه التوحد كمان بالذات، احنا بنتعلم واحنا بنشتغل، ومحتاجين كلنا كمجتمع وكاسر وكجهات حكوميه نتعلم. ومن هنا حرصي ان انا اكون موجوده في كل مناسبه بتسمح لي بان انا اتعلم. احنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للتوحد 2 ابريل من كل عام، كعادتنا لثالث سنة على التوالي الجمعية بتعمل الاحتفال من داخل وزارة التضامن برعاية معالي الوزيرة وبحضورها. السنة دي احنا بنتكلم على دور التقنيات المساعدة لتفعيل المشاركة للأشخاص ذوي الاضطراب طيف التوحد. بنطلق من خلالها برنامج كلامي، المشروع اشتغلت عليه الجمعية بقالها أكتر من 3 سنين دلوقتي، علشان تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي التوحد على التواصل اللفظي. مشينا من التوعية في 2005 للتقبل في 2014، ودلوقتي الحملة عن الدمج. مهم جدا إن أنا عشان أتقبل أفهم، فعشان كده التوعية، وعشان أدمج لازم أتقبل. خلونا نكمل من مصر، وفي أجواء احتفالية تحمل كثير من البهجة والتصوف، يحتشد النهاردة آلاف الموردين في حضرة رئيسة الديوان في الليلة الختامية لمولد ستنا زينب، اللي بدأ الاحتفال بيه من يوم الثلاث اللي فات ولمدة أسبوع. بيحيي الحفل الرسمي داخل المسجد المبتهل الشيخ عبد الرحيم دودار، وتشهد أيضا الاحتفالات الشعبية حضور عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي ونقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي. عيان سيدة زينب لقبت بعديد من الألقاب زي أم هاشم، صاحبة الشورى، عقيلة بني هاشم، أم العواجز، ورئيسة الديوان. خلينا نروح نتابع هذا تقرير عن مولد، تفضلوا. خمسين سنة أنا بزر القاهرة، 50 سنة
بازل المشاه كلها، وبحب الست وسيدنا الحسين سيدة نفيسة، بحب أحبوها بقى المشاه دي. السيدة زينب بحب أجي لها دور، يعني بحبها يعني برتاح ما بيجي عندي، برمهمولي على ربنا الأول. وهي السيدة زينب لازم نيجي نقرأ الفاتحة ونقرأ قرآن جوه ونشوف حبيبنا هنا اللي بيتباحوا والكلام ده ويفرقوا، وربنا يسهل لهم كلهم. على طول بيجي المولد عشان فيه مراجيح وجميل. انا بحب المولد والمراجيح كلها، السلسله والفنجان والقلب.